بسم الله الرحمن الرحيم. المقلوبة عايزة تتقلب. بسم الله. المقلوبة الفلسطينية وربنا يستر. بسم الله. اي هلا هلا. السلام عليكم واهلا بكم وفيديو جديد من سلسلة حول العالم. الفيديو اللي انا كنت خايف اخش عليه وهو ان انا اعمل اكلة عربية، ولكن قررت ان انا اتشجع واتجرأ واخد الخطوة دي. ومعنا ومعاكم النهاردة المطبخ الفلسطيني. وهم هم هم اولا تحيه للشعب الفلسطيني، وارجوكم ارجوكم تسمحوا لي ان انا اعمل اكله يعني من التراث الفلسطيني. ولو في بقى اي حاجه مختلفه او كده انا احاول على قد ما اقدر ان انا التزم بالاكله. ولكن بصراحه الاكله دي ليها كذا طريقه، يعني شفت كذا مكان بيعملها، كذا مكان جوه فلسطين بيعملها باضافات مختلفه، كذا مكان في الدول العربيه بيتعمل لها برضو اضافات مختلفه، ولكن الاصل طبعا بتاعها فلسطيني وليها قصه تاريخيه. والقصه دي بترجع لايام صلاح الدين الايوبي لما دخل فلسطين ودخل القدس وحرر القدس. وأثناء الاحتفالات بعد تحرير القدس اتقدم له أكلة، وكانت هي الأكلة دي كانت بتتسمى ساعتها باذنجانية، وعشان كده هتلاقيها مليانة بتنجان كتير. ولما اتقدمت بتتقدم ان هي بتتقلب على صينية او على صحن، فصلاح الدين الأيوبي قال لهم عليها مقلوبة، او قال لهم هاتولي تاني من المقلوبة، لان هي اتقلبت قدامه، ومن ساعتها وتم تسميتها بالمقلوبة. فالنهاردة احنا هنعمل مقلوبة فلسطينية بالفراخ. طبعا الفراخ دي بالمصري هي اسمها مقلوبة فلسطينية بالدجاج او بالدجاج، وطبعا يعني هي في الاصل اصلا بتتعمل باللحمه. فاحنا النهارده هنعمل مقلوبه فلسطينيه بالدجاج، ويلا بينا نخش على المكونات. بما اننا بنعمل باذنجانيه فاول مكون عندنا هو الباذنجان، وبما انها بالدجاج والفراخ فثاني مكون عندنا هو فرخه متقطعه ومتنظفه وزي الفل، بطاطستين متقطعين شرايح وطماطميتين متقطعين شرايح وفلفلايه حاميه. هقول لكم ليه. كوبايتين ونص رز حبه صغير، في ناس بتعملها بالبسمتي، في ناس بتعملها بالرز ده اللي هو الرز المصري، فانا اخترت الرز المصري. بهارات الفراخ: ورق لورا وحبهان وقرفه وملح وجنزبيل وقرنفل ومستك. بهارات الرز: ملح وفلفل وكركم. هنخش في اول مرحله ونفتح النار على الحله اللي هنعمل فيها الفراخ. طبعا الفراخ هتتسلق، ولكن في الاول كده ايه بتاخد لها تشويحه بسيطه. هنحط شويه زيت. طبعا الفيديو بتاع النهارده ده انا يعني جاي اعمل المقلوبه الفلسطينيه، ولكن المقلوبه الفلسطينيه لقيت ليها كذا طريقه. لقيت مثلا اهل غزه بيحبوا يحطوا الفلفل الحامي، ان هم بيحبوا الاكل حراق. لقيت مثلا في اماكن بيستخدموا بتنجان بس، في اماكن بيستخدموا بتنجان وبطاطس، في ناس بتستخدم الزهره اللي هي القرنبيط. انا كنت ناوي اجمع كل الحاجات اللي كل الناس بتستخدمها في فلسطين، ولكن القرنبيط بقى هو اللي ما لقيتوش، لان قالوا لي القرنبيط او الزهره ده مش الموسم بتاعه، ولذلك هو مش موجود معانا النهارده في المقلوبه بتاعتنا. فاحنا هنخش ونحط البصل في الزيت. وحطينا البصل في الزيت اها، اديله اعشق اصوات الطبخ. واحنا في المرحله دي فتحت براد الميه، لان احنا هنحتاج الميه مغليه. هنحط كده البصل في الزيت، وبعدين نحط عليه الفراخ نديله صدمه. فكره ان احنا نصدم الفراخ في الزيت، يعني احنا طبعا مش هنقلي الفراخ، ولكن الفكره بس ان هي بتاخد لون تشويحه بسيطه، وبعد كده بنحط عليها ميه مغليه، وده علشان لو حطينا ميه بارده الفراخ هتتجلد ومش هتبقى حلوه. عشان كده هنرمي الفراخ دي واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه. هنقلب الفراخ في الزيت علشان ايه تاخد كده ايه لون وتشويحه بسيطه. بعد ما الفراخ كده ايه اتشوحت حاجه بسيطه، هنروح حاطين عليها الميه المغليه. بهارات الفراخ: معلقه ونص ملح، ورق لورا وحبهان وجنزبيل وقرنفل وقرفه، كله هندلقه على الفراخ اهو. ما في اطيب من هيك الصراحه. ونروح قافلين على الفراخ. نفتح النار على طاسة فيها زيت اللي احنا هنقلي فيها بقى ايه كل الحاجات الحلوة دي. واحنا مستنيين الزيت يسخن هحط بقى ايه بهارات الرز على الرز. الرز ده مغسول، وهحط عليه معلقة ونص ملح، معلقة كركم، ونص معلقة فلفل اسود، هكذا. في ناس بتحط بهارات اكتر، ولكن يعني من البحث اللي انا عملته اكتشفت ان هي دي البهارات الاصليه للمقلوبه. الحاجات التانية اضافات تشكر، ولكن مش هي البهارات الاصليه. فاحنا هنلتزم بالتراث والتاريخ، ولو في اي غلطه يا جماعه في الطبخه اكتبوا لي تحت في الكومنت في اي اضافه احسن اي حاجه. يعني اهو الموضوع بالنسبه لي بصراحه تحدي ان انا اعمل مقلوبه، وسلام بقى لو طلعت يعني شكلها كده مظبوط. الموضوع بالنسبه لي تحدي، هل بقى هكون قد ولا لا، ده اللي هنشوفه. نقلب الرز بتاعنا اللي في التتبيله. الغزاويه بقى ايه بيحطوا الفلفل ده جوه الرز وهم طبخين. انا بقى هعمل اضافه جديده، اضافه الهادي، ان انا هقلي الفلفل الحراق جدا ده في الزيت الاول عشان نخلي الزيت حراق سنه، وبعد كده بقى ندخل فيه كل الحاجات الحلوه دي. وده كده الرز بعد ما حطينا عليه التتبيله بتاعتنا، وهنسيب على جنب لغايه ما يجي دوره اوانه. ايوه ادينا كده بنقلي الفلفل، وفي نفس الوقت يكون الزيت وصل للمستوى المظبوط، ونخش بالبطاطس بعد الفلفل على طول. الفلفل بص عبالي بكبخ ازاي من راس، يعني اتوقع ان في المرحله دي كل الحاجات الحراقه اللي جوه الفلفل بتطلع جوه الزيت.
نكتفي بهذا القدر. ننزل بالبطاطس. انزل يا بطاطس يلا. لا لا اهدى على نفسك وانزل بالبطاطس. يا سلام يا سلام يا سلام. زيت غزير طبعا عشان ايه الحاجة تتقلي كويس من كل الاتجاهات. نقلب البطاطس بتاعتنا. بصوا هي المقلوبة يعني مكوناتها مش صعب ان انت تعملها، ولكن ان انت تظبطها هو ده الفن. احلى الوان البطاطس، اللون الذهبي. يا سلام يا سلام يا سلام. بتوع الاكل جابوا للبنات الكلام. اعتقد ان احنا هنكتفي بهذا القدر. كده كده الحاجات دي هتتحط جوه الحله، فمش محتاجين ان يعني احنا نسويها على الاخر. ارفع لي البطاطس يا حبيب قلبي. هندي الطماطم بس ايه وش قليان خفيف. الطماطم دي بتتحط في قعر الحله علشان الحاجه ما تلزقش، وعلشان تدي ايه شكل كده على الوش. لقيت ناس بتقليها وناس ما بتقليهاش، بس انا بصراحه مش عايز الطماطم تزعل فقررت اقليها هي كمان. بس دي مش هنسيبها كتير في الزيت، دي يا دوب هتاخد وش ونشيلها على طول. الله الله على الالوان. الله 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 الله. عظيمة 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 عظيمة. البطاطس اللي اتقلت معلش معلش شكلها ذهبي ورائعة. والفلفلة الحامية بالراحة علينا. خلاص عايزين نشيل الطماطم. الطماطم مش هينفع تتحط على المناديل. هو انا ما قلتش طماطم قبل كده، بس اعتقد ان حطيتها على المناديل هتلزق. احنا هنحطها في طبق على طول ونسيبها تصفي براحتها. وانزل بالبتنجان. بص بقى البتنجان، في بتنجان مقطعينه طويل كده، ده هنحتاجه هقول لكم ليه كمان شويه. انزل بالبتنجان الطويل، وانا ما لقيتش بتنجان طويل قوي، فيعني حاولت على قد ما اقدر اقطعه بالطول كده. البتنجان المتقطع بالطول ده علشان ايه؟ هنحاول نخليه يسند الرز عشان لما تتقلب المقلوبه يبقى ايه القوام بتاع المقلوبه كده ايه متماسك. هل ده هيحصل؟ ده اللي هنشوف. الكبار دول ايه هقطعهم حتت صغيره شويه. الله عليك الله عليك يا حبيب والدي. قطعهم حتت يعني هي مش صغيره قوي ولكن مش كبيره قوي. والقطع اللي بالطول دول هنسيبهم زي ما هم عشان دول ايه اللي هنسند بيهم الجوانب. اقلب لي البتنجان. عايزين نسال على الفراخ. وهي عامله ايه دلوقتي؟ لو في طبعا ايه رغاوي وفوم طلعوا كده على الوش بنشيلهم ونرميهم، ولكن ما طلعش عندنا، فده معناه ان الفراخ بتاعتنا 100 100. هنشيل الباذنجان ونخش على الدور اللي بعده. وهكذا الصيف دخل علينا والحر ما اقولكش. نحب طبعا نشكر ونقدم شكرنا لكل ام وقفت في حر المطبخ وهي بتطبخ وتعبت علشان تقدم لنا وجبه نيجي ناكلها على الجاهز، وفي الاخر نقول لا احنا عايزين كذا وكذا وكذا. كل همكم هم 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 بس. الله عليك شايف خطاوي مخدره بري من بين عيني شايل خطاوي مخدره يو 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 يو. الله الله الله. ونرفع البتنجان الدور الثاني زي الاولاني، وننزل بقى بالقطع الصغيره كلها مع بعض. اوعى الجمبري يا ولد لسعته هتبقبش. انا عارف. هنروح اعمل اسعافات اوليه واجي على طول. قال لك حط صباعك في التلج. هي مش وجعان يعني، بس انا عارف ان هي بعد شويه هتدقبش. احنا مش عايزين اتدقبش، نلعب في التلج كده شويه. في الدقيقه 6 في الفيديو بتاعنا شويه زيت جم على صباعي، لكن ده مش هيمنعنا من نكمل. هكمل واكمل واكمل، ولا رايك ايه يا كابتن مدحت؟ انا رايي ان المقلوبه هتتقلب وهتكمل هتكمل يا حبيب قلبي. بقالنا كتير والله بعيد عن الملاعب كده. وصلنا لاخر دور في البتنجان، وبعد كده بقى هنخش على الميكس. بقى نجيب الحله الكبيره ونحط بقى كل الحاجات ونرتبها كلوحه فنيه كعمل فني واحده واحده. اني مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي هياكل برضه عادي. صباعي بدا يحرقني. تفتكروا بيحرقني عشان حاطط فلفل حراق ولا عشان اتلسعت؟ ده سؤال الحلقه الجايه. الف سلامه عليك يا بطل، كمل في شغلك العالي وسمعنا حبه اغاني. البتنجان في الزيت بيتهان. نقفل على البتنجان ونطلع اخر دور عندنا ونخش على التجميع. هوبا بحرص شديد جدا علشان نتفادى الاصابات. دي حركات معلمين. دي حركات معلمين. نشيل الزيت على جنب ونجيب الفراخ هنا. الفراخ بقى بنعرف ان هي استوت ان احنا نحرك الجناح كده نلاقيه اتكسر. هو اتكسر، واحنا طبعا مش عايزينها تستوي اكتر من كده علشان ما تتهريش وهي جوه الحله. حط الحله دي عشان ايه؟ هنخش على اهم لقطه. طبعا اي حد هيبص على الحله دي هيفتكر الحله دي معوقه علشان في ايد طالعه فوق وايد طالعه تحت، ولكن ده تعديل انا عملته. هتسالني ليه؟ هقول لك. انا جبت الصينيه دي وعملتها بالفويل كده عشان اقلب عليها عشان كنت محتاج حاجه كبيره شويه. فلو حطيتها فوق الحله دي كده بص في مطب، الحته دي اعلى من الحله، ولذلك عملت تعديل على ديزاين الحله. التعديل هو ان احنا بالمفك كده نفكها خالص وبعدين نلفها ابسايد داون. مش هي مقلوبه فاحنا هنقلب كل حاجه بقى. انا قلت قبل كده طريقه تقشير الفلفل بتاعتي وناس قاعده تقول لي دي بتاعتنا. اعتقد بقى ان طريقه الايد دي بتاعتي. دي طريقه الهادي في تظبيط الحله لعمل المقلوبه. وبكده نقدر نشيل الحله وفي نفس الوقت ما نبقاش اعلى من حواف الحله، وان شاء الله لما نقلبها مفيش اي حاجه تاثر على ان هي تنزل حته واحده. اول حاجه هنعملها وهي ان احنا ناخد شويه رز كده وننزلهم تحت. الله 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 الله.
وبعد كده الطماطم بقى نحط طماطمايه طماطمايه لغايه ما نشكل الشكل بتاعنا ان احنا نخلي ايه كده يعني زي قواعد من الطماطم علشان نحط فوقيها الفراخ والفراخ ما تلزقش. طماطم ايوه حط طماطم كلها ايوه اهو كده بقى عندنا قاعده من الطماطم. هناخد يعني ربع فرخه كده ونقلبه على وشه. الله الله عليك يا وحش. وده علشان ايه لما تيجي كده تتقلب لك المقلوبه تلاقيها مقلوبه معدول يعني الفراخ وشها هو اللي باين قدامك مش ظهرها. خش في القطعه اللي بعدها هكذا. اهم حاجه ترتيب المنظر علشان ايه ده زي ما قلنا فن. واخر قطعه هنحطه برده ايه مقلوب. كل حاجه النهارده مقلوبه. هنجيب بقى ايه البتنجان الطويل ده وعايزين نتاكد من حاجه مهمه جدا وهي ان احنا ننزل البتنجانيه كده ايه بين الفراخ وبين الحله ونخليها في الحرف ونحاول نعمل صف كامل من البتنجان بهذا الشكل عشان ده اللي هيساعدنا ان احنا نحافظ على قوامها. اديني في البتنجان بتنجان 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 بعد ما بتقلي طبعا بيبقى دبلان كده فبنقدر نحن نتحكم فيه بسهوله. باذنجانيه الاسم العلمي والحقيقي للمقلوبه. لو بصينا كده على الحله بتاعتنا هتلاقي البتنجان محاوط الفراخ من كل حته. بصراحه الواحد متحمس جدا. خش بقى على البطاطس ونحط البطاطس كده ايه نوزعها فوق الفراخ وفوق البتنجان. ممكن نسن بيه البتنجان برده عشان ايه نخلي البتنجان كده مسنود كده. المكون الثاني هو البطاطس تمام وزي الفل. بقيه البتنجان بقى الصغير كده ايه هيتحط في النص طبعا لان هي بتنجانيه زي ما احنا عاملين نقول كتير 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 فهتلاقي البتنجان كتير في الحته دي. الله 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 والله اعلق واصفق. بصراحه انا متحمس جدا للاكله دي يعني دي من اكتر الاكلات اللي انا متحمس اني اجربها. بتنجان جميل جمال لوحة فنية. الطبق ده اللي كان فيه الطماطم فهو فيه يعني شوية من عصير الطماطم وشوية زيت فاحنا هننزلهم كده اهو. ده بهريز ده ما بيترميش. وبعدين نخش على اخر حاجة وهي الرز وعليه التتبيلة بتاعته والملح بتاعه والكركم بتاعه وحاجة شغل ألاجة ألاجة ألاجة. نوزع الرز كده بتاعنا بس ايه نحط حاجة بتاع السخنة دي وهي الشوربة. وده علشان احنا هناخد من الشوربة ونصب على المقلوبة. طبعا الشوربه بتاعتنا فيها بهاراتها بالبصل بتاعها كل ده هنسيبه زي ما هو وهنصب شوربه لغايه ما يغطي وش الرز ويطلع فوقيه كمان بحته كده. حطينا اهو شوربه يا دوب عدت الرز. زي ما قلت كده في اول الفيديو هحاول ان انا احط ايه كل التاتشات اللي بتتعمل في الاكله دي فالتاتش الغزاوي هنسيبه. القرنبيط او الزهره زي ما قلت كده ما عرفتش اجيبه عشان ده مش الموسم بتاعه ولكن المقلوبه بتاعتنا كده جاهزه هنحطها على النار يا دوب تغلي. اول ما تغلي نوطي عليها ونسيبها تستوي وبعدين بقى ايه نخش على مرحله القلب وغرفه الاختبار وربنا يستر. المقلوبة المقلوبة اللهلوبة المقلوبة المقلوبة بقالها ساعة وتلت على نار هادية وحط كمان صاجة كده اللي هي الشياطة دي علشان ايه تستوي على نار هادية وبقت جاهزة وناقص ان احنا نقلبها عشان تبقى فعلا مقلوبة. اهم حاجة بس يا جماعة يعني ايا كان النتيجة اللي هتحصل بعد اللقطة اللي جاية وانا بقلبها يعني نحيي المجهود بصراحة في مجهود اتعمل. المقلوبة نبص عليها كده من فوق اوبا دي اللي هنقلبها عليها. يعني انا شفت المقلوبه دي ناس بتقلبها بتجيب صينيه كبيره ويروح ماسكين الحله كده لوحدها ودب عليها فتنزل فاهم تحت كده. طبعا مش هينفع اعمل الكلام ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم هنقلب المهلوبه مهلوبه بسم الله الرحمن الرحيم. المقلوبه عايزه تتقلب علشان تبقى فعلا مقلوبه. بسم الله هي اتقلبت. بص قلبه يعني عايزين نتاكد بس ايه ان هي نزلت فعلا. سنة عامة قلبتها قلبة جامدة. كفاية تخبيط يا ابني كفاية تخبيط. ربنا يستر ربنا يستر. المقلوبة الفلسطينية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله الله أكبر. المقلوبة اتقلبت يا رجالة. المقلوبة اتقلبت ومظبوطة يعني بص قلبت معلمين. انتوا بقى يعني لو في اي حد فلسطيني بيتفرج علينا قولوا لي ايه رايكم في المقلوبه من قبل ما اكلها كده يعني كمنظر وكشغل. وان شاء الله يجي اليوم اللي احنا ناكل فيه المقلوبه كده ايه في مكانها الطبيعي ونحتفل ونقلب بان ايه تسميه المقلوبه ليها علاقه بالاحتفالات. نجيب طبقنا الواحد سعيد بالنتيجه. ناقص بقى ان احنا ناكلها. ناخد جزء كده على بعضه اللي يبين لك بقى ان القوام
مظبوط، والشغل معمول على اصوله ان احنا اخدنا ولسه محافظه على الشكل بتاعها. هو طبيعي ان هي بتتفرش في الصينيه كده، يعني مش لازم تفضل على طول واخده الشكل اللي هو القوام ده، بس انا عايز اوريها برضو للناس عندي في البيت ايه عشان يعرفوا الفن اللي بيحصل وهي محافظه لسه على شكل الفن. فاحنا هنحاول نسيب الفن زي ما هو وناخد بس ايه نصيبنا من القلبان. كفايه الدايت. دايت ايه بقى؟ دايت ايه؟ مكونات المقلوبه بتنجان وبطاطس وفراخ ونجر. بسم الله. هي المفروض تكون حراقه شويه بسبب الشطه، هنشوف. بس انا عن نفسي يعني من قبل ما ابدا بحب الحاجات دي احط عليها شويه شطه كده، شيلي صوص. بسم الله. الله عليك. الله 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 الله. البتنجان مع البطاطس. لا ثانيه. ناخد قطعه فراخ. قطعه فراخ بقى من الايه؟ الفراخ اللي تشربت بكل المكونات اللي عندنا. الله. عامه قرن الفلفل الحامي ده ما حسيتش بيه قوي. الله 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 الله. بص يعني بصراحه اكله المقلوبه دي اكله نحب نبارك للفلسطينيين عليها، اكله جامده جدا. طعم البتنجان والبطاطس وكل الحاجات دي وهي ايه مع بعض كده متمكسه في الحله ومع الضغط كده تلاقيها كلها ايه داخله في بعض، شغل فاخر من الاخر. الله. يعني انصح اي حد ما جربش المقلوبه قبل كده يجربها، مش معقده جدا ولا حاجه، ولكن تمشي على الخطوات مظبوط تلاقي نفسك وصلت لاخر الطريق. اكتبوا لنا بقى ايه تحت في الكومنتس ايه رايكم في المشروع بتاع النهارده، واي حد بقى ايه فلسطيني سامحني لو انا عملت اي حاجه يعني مش من الحاجات الاصليه اللي في الاكله، ولو في اي كومنتات اكتبوا لنا تحت في الكومنت يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ولو انت اول مره موجود في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتشغل جرس التنبيهات ودوس لايك واكتب كومنت قول تحب تشوفوا اكلات ايه في الفيديوهات الجايه. استنوا فيديو احمد محسن يوم الخميس ومطعم جديد وتجربه جديده، ويوم الجمعه ان شاء الله بيني وبين محسن وبين كريم السيد، ونشوفكم فيديو جديد من بتوع الأكل. هم 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 بتوع الأكل. هم 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 يلا هم 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 لي هم هم. ايش بدك فيه يا زلمة؟ ايه هلا